رحب بالكاتب الصحفي دكتور استاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير استاذ عماد. مساء الخير يا استاذ عز، اهلا بيك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. عماد، توقفت امام ايه النهارده في كلمات؟ خليني ابدا بسياده الرئيس. الكلمات كلها كانت للامانه موضوعيه وجيده. كلمه نعم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ركزت على ثوابت الموقف المصري الواضحه. ايوه. الترحيب بقرار مجلس الامن، الدعوه الى تفعيله. وهذه نقطة جوهرية، يعني القرار جيد قرار مجلس الأمن بتاع امبارح. نعم. لكن نحن لدينا عشرات وربما مئات القرارات من مجلس الأمن ومئات القرارات من الجمعية العامة لكنها غير منفذة. وبالتالي النقطة الجوهرية اللي أشار لها الرئيس هو كيف يمكن تفعيل ده على أرض الواقع، ودعوة إسرائيل إلى الجروح للسلام والمساعدات الإنسانية والموقف المصري الراسخ والرافض لتصفيات القضية الفلسطينية. ده خطاب ثابت في الدولة المصرية، يعني من يوم 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. نعم. أيضا كلمة، يعني كما تفضلت، كلمة أبو مازن كانت كلمة مهمة فيما يتعلق في الإمكانية لإدارة غزة، لكن طبعا نعلم أن إسرائيل لا تريد لا فتح ولا حماس ولا أي حد فلسطيني بالمناسبة. هي تريد تهويد فلسطين بأكملها. شارل ميشيل كان موفقا رئيس المجلس الأوروبي، كلمة الملك عبد الله، كل الذين تحدثوا، الجامع المشترك هو وقف اطلاق النار، التهدئه، حل الدولتين. هذه هي الثوابت الاساسيه بالمناسبه، حتى لو تحدثت الولايات المتحده تكرر نفس هذه المبادئ، لكن مره ثانيه ما نريده هو ان يتم تطبيق هذا الامر، والا فسوف، يعني حتى لو حصل التهدئه قريبا فسوف ندخل في معمعه جديده بعد سنه او سنتين. بعد المؤتمر ده توقعاتك ايه؟ وهرجع معاك لكلمه بلكن النهارده، بس توقعاتك ايه؟ يعني تفتكر انه هذا المؤتمر هيبقى مردوده ايه على الجانب العدو الصهيوني، هذه الدوله المارقه المغتصبه؟ الدوله الاسرائيليه للاسف الشديد هي دوله، يعني رئيس وزرائها ومسؤوليها قالوا سنواصل القتال بقرارات مجلس الامن او بدون، بالمحكمه الجنائيه او بدونها، بمحكمه العدل او بدونها، حتى عندما فكر الرئيس الامريكي في تجميد، مجرد تجميد صفقه ذخائر بسيطه جدا، قالوا سندخل وسنحارب وسنجتاح رفح مع بايدن او بدونه. فهي دوله مارقه وهي محبيه خلف الولايات المتحده. ورغم ذلك فمن المهم مواصله الضغط. المعركه يا استاذ عزه طويله ومتشعبه، ومن سنه 48 طويل. نفس طويل جدا وتراكم، يعني هل نلاحظ مثلا، لان هي دي هي دي سياسه العدو الصهيوني يا عماد. بالظبط. طيب ما هو السياسه دي تتطلب منك ان انت تكوني واعيه وتلعبين بنفس الياته والناس ما تزهقش بسرعه. يعني الناس لا تزهق، يعني محتاجه نفس طويل، محتاجه نعرف الاليات اللي بيشتغل بيها وليه هو بينتصر في الوقت ده. بالظبط. فبالتالي دي نقطه مهمه جدا، والدليل على ذلك انه بمجرد لو قارنا المواقف الدوليه من 7 اكتوبر للنهارده اتغيرت احيانا 180 درجه. ايوه. وانحازت الى الحق الفلسطيني، اتضح للجميع انه اسرائيل تمارس سياسه تطهير عرقي، اباده جماعيه. نعم. الناس وعوا هذا الامر، وده شيء مهم جدا. فبالتالي يعني مجالات النضال طويله حتى تعود الحقوق الى اصحابها.